أبناء محافظة الرضمة، جزء من مدينة الرضمة. ويصبون القيام في الساحات ويبذلون المال ويدعمون ويحرسون ويحمون هذه الثورة. إن هذا وسام يسجله التاريخ في صفحة مشرقة لأبناء مديرية الرضمة. ونحن في هذا اليوم يا أبناء إب الأحرار، إننا فخورون كل الفخر أن نستقبل هذه الكوكبة، هذه الوجوه التي إن دل على شيء فإنما يدل على أصالتها وعلى كرمها وعلى الخير الكامل في نفوس أبنائها. وهؤلاء هم ممثلي المديرية، وإلا فمديرية الرضمة أكثر من 90% من شبابها وشيوخها ورجالها ونسائها مع الثورة من أول يوم. من أوائل من قدموا الشهداء في الماضي وقدموا الشهداء في الحاضر، ويقف بين هذه الوجوه الشبل من ذاك الأسد أبو الشهيد صقر الذي كان صقر الشهداء في ساحة التغيير في سرعة. فنحن نرحب باسمكم جميعا، نرحب بأبنائنا بآبائنا وإخواننا وإبنائنا وعلى رأسهم مشايخنا لحضورهم هذا اليوم وانطلاقهم منذ الصباح الباكر في قافلة وفي موكب مهيب من مديرية الرضمة حتى وصولهم إلى هذه الساحة إكراما لأبنائهم وإخوانهم في خليج الحرية، دعما لهم ومساندة وتأييدا. فكما قدمتم الدعم هنا فقد قدموا الدعم هنالك في صنعاء وفي أهنبين في صنعاء، فإن لهم منا كل الشكر والتقدير. وإننا باسمكم نوجه نداءنا لأبناء المحافظة، لمن تبقى من مشايخها ووجهائها، ونقول لهم فليكن مشايخ الرضمة ووجهائها قدوة لكم يا أبناء محافظة إب، يا مشايخ إب، يا وجهاء إب. لمن تبقى منهم ولم يلحق بإنجاب الثورة، فبعد مشاهدتكم هذه الكوكبة من مشايخ وجهاء الرضمة فلا نريد أن يتأخر منكم أحدا بعد اليوم. أيها الأحرار، تعجز اللسان عن التعبير بما تكنه نفوسنا وبما يعني يختلج في صدورنا من حب وتقدير بهذا الموقف المهيب لهؤلاء الكرام. ولهذا فإننا سنترككم مع كلمة للشيخ الفاضل الشيخ الكريم فضل المرادي ليلقي كلمة أخرى، ثم الشيخ عبد الواحد الفتح الذي سيقدم استقالته من المؤتمر الشعبي العام. يا الحاج
وذل من أعصى، والصلاة والسلام على نهاية العدل والتغيير محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحرار، أرحمني في ساعة الحرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومستقبلها وكفر مسؤولها من كانوا مسلمين جثم على سطر اليمن ولا دوار. أيها الأحرار، ما هم مهمة قدمنا لكم، ما هم قدمنا لكم من تبرعات نقدية وعينية، فإننا نجد أنفسنا بتصليل أمام دورة كميل وشدها، لكننا نقول لكم ستجدوننا إن شاء الله. الشيخ محمد عبد المقبلي، وبعدها ان شاء الله نسمع لكلمه ابو الشهيد صقر احمد الوريدي. مع الشيخ محمد المقبلي.